اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، بعتذر طبعا عن العطل اللي حصل، وبنكمل كلامنا عن موضوع ارتفاع اسعار السلع الغذائيه. بجدد ترحيبي بضيوفي، اهلا بحضراتكم مره اخرى. استاذ محسن، كنا قد توقفنا عند موضوع اللحمه. الحقيقه الاستاذ اشرف كان بيقول ان مفيش لحمه ب 80 جنيه ولا حاجه، وان بيبقى فيه خلل في هذه المنظومه والحل اللي هو كان بيطرحه. فحضرتك في بس ساعتك تكمل كلامنا على ما يحاول بس يكلمنا مره اخرى. ماشي، احنا بنتكلم على ايه؟ في غلا موجود، ماشي، في غلا، بس عشان اقول اللحمه تصل 130 جنيه و140 جنيه، ده من ربع المستحيلات، ده غلا طبيعي. لحمه جمله ب 41 جنيه و42 جنيه بتشتري العجل كده على بعضيه وتوزنيه قايم، خليه صف يطلع منه 25% 30% صف 70%. تمام، خدت بس حال اللي بيبيع ب 85 جنيه و90 جنيه ده ما بيكسبش، ومحدش يقول ان ده راجل بيبيع لحمه مضروبه او لحمه جايه مثلا مستورده ومختومه بختم ان هي بلدي. لا، دي لحمه بلدي 100%، بقول لساعتك لحمه بلدي 100%، انا مش جزار، انا باكل منه قسما بالله ب 80 و85 و90 جنيه. طيب نسمع. فهنا انا بتكلم على ايه؟ ان ما كناش احنا نرحم بعض اصلا، يعني كل واحد ياخد هامش ربح معقول، في غلا موجود اي نعم ماشي، ففي الفتره اللي فيها الغلا المعقول احنا نرحم بعض، الناس اكسب 20% 25% 30%، وبحيث ان الامور تمشي، ولما الامور تستقر والناس تستقر ابقى غلي. لكن احنا في مرحله دلوقتي احنا كلنا راكبين في مركب واحد، اتخرمت المركب دي كلنا نغرق فيها، فما ينفعش حاجه تغلى في الناحيه الثانيه انا اغلى بالعدوى. وبعدين في حاجه، الدولار سعادتك هو سبب ارتفاع السعر، والدولار دلوقتي اصبح سلعه، سلعه بتتباع وتشترى. ما هو يا فندم انا برضو ما ينفعش ان انا كل ما اروح اشتري من بياع قاعد في السوق يقول لي الدولار غالي. ما هو الدولار فيه ازمته ايه سعادتك؟ هل يعقل ان الدولار يصل 14 جنيه و14 جنيه ونص والاسعار، هل هو قيمته الفعليه كده؟ مش قيمته الفعليه كده، بس كل واحد معاه 10,000 جنيه ولقى الدولار بيغلى كل يوم راح غيرهم دولار وشالهم معاه، واحد معاه 5,000 جنيه شالهم معاه وعملهم دولارهم. طب هل ده يرضى ربنا ان في واحد انا بستعملش الدولار الصرف، ده المفروض انا بستورد بيه بضاعه من بره، فبيجوا الناس يدوروا على الحاجه عشان يشتروا بيها، بيستوردوا بقى اي حاجه ناقصه مستلزمات انتاج او ماده خام، مش لاقي الدولار بقى بيرتفع سعره لانه بقى اصبح سلعه. تمام، المفروض الدولار ده مش سلعه، المفروض ده حاجه محطوطه بتوفرها الدوله للراجل اللي بيستورد حاجه من بره او ماده خام من بره. طيب فالارتفاع العشوائي للدولار، هل الدولار ده فعلا قصاد قيمه الجنيه؟ من ربع المستحيلات. يعني عشان يبقى من 7 جنيه 8 جنيه صار 13 14 جنيه و15 جنيه في شهرين وفي ثلاثه، كان ايه اللي حصل في البلد عشان يغلى بالطريقه دي؟ طيب اسمع راي دينا. احنا كنا اثناء الفاصل كنا بنتكلم، ودينا قالت ان هي بتشوف لحمه حتى في الاقاليم 90 جنيه وما فيش ب 80 جنيه. انت ما شفتيش اللحمه لل 80 جنيه دي خالص؟ دي خالص، انا يعني انا في الاقاليم من 95 فما فوق. طبعا هنا في القاهره لا، الموضوع من 100 110 120 130 وحسب طبعا المكان اللي انت بتدخلي تشتري منه، وده اكبر دليل ان في مشكله، لان هو كل مكان بيبيع بسعر. هي نفس المنتج حسب المكان؟ اه طبعا حسب المكان. يعني هو برضو انا لما دي برضو من اشكال الخلل يا فندم. ما هي طبعا خلل يعني في المنظومه، ما هو مفيش رقابه، ما هو مفيش رقابه. لأن عندنا كمان على صفحه قناه دريم على فيسبوك ام مصطفى بتقول لا مفيش لحمه فعلا ب 80 جنيه يا استاذ محسن، وهي بتقول ان دي مش لحمه، يعني لحمه مش طب اقول لساعتك على حاجه؟ ها؟ تعالي انزلي معايا اوديك عند الجزار وقولي له تعالي لحمه كذا كذا، وتعالي لحمه وشوفيها وشوفيها تاخديها بكام؟ يا ب 85 يا ب 80. ده فين الجزار ده؟ بينك وبينك الناس تروح، بينك وبينك فرق الكعب. طيب لان فعلا يعني 95 و90 في الاقاليم، وهي هتبقى هنا ب 100 وفي 116. ماشي، 85 زي 90 ما فرقش، يبيعوا ب 90، يبيعوا الناس بس ب 90، الناس كلها وفي المناطق كلها زي بعضها، يبيع ب 90 بس مش ب 130 و140. تمام. والحاج طه بيقول لي كمان في لو هياخد حاجات مميزه في لت ولا مش عارف ايه 150 اسمها ايه. طبعا حسب القطعه يعني اللي بتتاخد، حسب السعر اللي هو 130 ده للحمه العاديه. بيقول لك كمان للحمه العاديه القطعيات الممتازه زي الفيليت وزي التليبيانكو الحاجات دي بتبقى اغلى. طب هل ده يرضى ربنا؟ لا طبعا. طب يعني الناس يعني الناس تاكل يعني ما تاكلش يعني كده الناس ما تاكلش؟ ما انا يا عم ما هو الاستاذ اشرف بيقول لك نقفل شهر شهر جديد على فكره. طب ماشي، عشان 150 جنيه كيلو اللحمه ممكن نقعد ممكن نقعد شهر شهر ونص على راي الاستاذ. لا بلاها يعني، انا بلاها بالظبط، بس ده مش غلا، مش غلا فعلا يا جماعه. شهر شهر ونص مش غلا فعلا. على كلمه بلاها دي، احسن واحد في برنامج تلفزيوني اخر علق على كلمه قال بلاها زيت، لا وبلاها سكر، لا لا بلاها زيت وسكر سلع اساسيه. اكمل لحضرتك، وبلاها رز. فالراجل اتضايق من كلمه بلاها، قال له يعني لو القماش غلي يبقى بلاها قماش نمشي عليه. لا انا اقصد بلاها يعني بلاها. هو الاستاذ محسن عايزين نشوف الغلط فين وعلاجه ايه. طيب هو اما بلاها دي لا، لا
انا اللي بيع ب 150 ما اشتريش منه. انا ممكن استغنى عنها، مش انا مش حضرتك بتقولي انا ممكن استغنى عن اللحوم ناس دلوقتي. ناس كتير جدا بتستغنى عن اللحوم والفراخ كمان اسعارها. ما هو انت لما حاجه الناس بتستغنى عنها التجار بتعمل ايه بقى؟ بتغلي التانية. بتغلي التانية. ما هو دي بقى ما عادش فيه رحمه كده زي ما انت بتقولي. بص يا استاذ اقول لك على حاجه، من رابع المستحيلات ان احنا نطالب الحكومه تحط عسكري على كل واحد، ده صعبه. بس لازم ممكن اطالب الحكومه بتطبق قانون. ما هو في حاجه اقول لسعادتك عليها، انا لازم اولا يبقى الرقيب عليا الحكومه تحط لي عسكري على كل واحد تراقب ضميره. ما هو لازم ده كان يكون عندي ضمير انا اصلا. انا في الواقع ما عندوش ضمير. ما هو طب استاذه ما هو ما فيش قانون يا استاذه. يعني هقول لك على حاجه، انتوا دلوقتي يعني عايزين تفتحوا الباب او تقفلوا الباب؟ يعني جت الحكومه تعاقب وتفرض رقابه؟ اولا الحكومه ما لهاش رقابه على الاسعار الا في حاجه واحده بس، في الجوده او حاجه تالفه، تاريخ الصلاحيه والانتهاء، صلاحيه منتهيه، عدم اعلان والتخزين. ده القانون بتاعك بيقول كده. لكن انا لو جبت كيلو اللحمه ده صرف عليها 40 جنيه او 30 جنيه وبعته ب 200 جنيه وعلقت عليه انا ببيع ب 200 جنيه، محدش هيقول لي حاجه. مفيش قانون يعاقبني. هيقوم اللي جنبك بقى معلق عليه 200 جنيه. القانون اللي هو يعني اقول لسعادتك على حاجه، احنا بنتكلم دلوقتي مجرد الناس بتسمع دلوقتي بنقول اللحمه 130 والراجل بيقول انا ببيع ب 130 ومش ب 130 وتخسر معايا وما تعملش والوضع والكلام ده، هتلاقي الراجل اللي بيبيع ب 90 ممكن بكره يقول لك علق بقى 100، ده انا ببيع ب 100. خدت بالك؟ ما انا عشان كده بقول لك ما تشتريش منه. هو بقى ما تشتريش بس استغنى عنها، بتكلف عليك. فانا لما اقول لك اقطع، لا اقطع ب 130 وب 140. لما طيب. لما اقطع ب 130 وب 140 حتى لو هقعد اسبوع عشان مش هاخد منه لحمه بكره هينزل سعره. اه بالظبط. معلش بس تعقيبا على كلامك، هو لو احنا هنبص لمنطقه الضمير، احنا مش هينفع نقول ان كل تاجر دلوقتي عنده ضمير، في ناس عندها وفي ناس ما عندهاش. احنا اللي ما عندوش ضمير ده انا ما اقولوش انت خلي عندك ضمير، اقول له في قانون يطبق عليه. مش هروح اراقب ضمير الناس. في الاخر التاجر بيجي يقول لك ايه، ما هو انا هخلي عندي ضمير. طب انا مين هيخلي عنده ضمير معايا وانا بدفع كهرباء زادت وبدفع بنزين زاد وبدفع المواد الخام نفسها اللي انا بستخدمها زادت؟ طب هو انا اوريدي الحاجه كلها زادت عليا، هبقى انا بس اللي عندي ضمير وابيع الحاجه بسعر كويس؟ طيب استاذن حضراتكم، معلش معانا تليفون جمال من السيده زينب. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا استاذ جمال. ازي حضرتك؟ الحمد لله. وزي الضيوف الكرام اللي مع حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضل. انا جزار، كنت متصور في الفقره. انت كنت في التقرير معانا؟ من شويه. انا جمال مطر من جزارين السيده زينب. يا اهلا بيك يا فندم. انا متصور مع الاستاذ محمد امبارح في الفقره اللي زعتيها حضرتك من شويه. اه اهلا بيك. انا في بس توضيح بسيط للحاج اللي قاعد جنب حضرتك. اتفضل استاذ محسن. فيوم بقول لحضرتك في لحمه ب 80 جنيه بلدي و100 100 وب 6 اكتوبر. انا عايز اقول له حاجه واحده، انا جزار باخد من جزار المذبح اللي في البساتين نص عجل او عجل حسب الكميه اللي بقدر ابيعها في اليوم. يعني مش كل الجزارين بتجيب نفس الكميات، في جزار بيبيع 100 كيلو، في جزار بيبيع 200، كل واحد ده رزق ربنا سبحانه وتعالى مقسمه على العباد. طب وساعتك ما تجيبش عجل وتذبحه انت ليه كله وتشتريه وتذبحه انت مش جزار؟ ما بقدرش اخلص العجل في اليوم حاجه. طب ما ساعتك انت جزار، هات العجل واذبحه واشتريه ب 42 جنيه الكيلو جمله ولا ب 43 واقسمه يا سيدي انت وزميلك وشوف كلفه كام وبيع الحاجات اللي طالعه تحته. نسمع مش لازم اروح اشتري انا بقى من جزار تاني بيبيع في السلخانه ويبيعه لي ب 50 وب 55 وب 60. يا عم الحاج استنى بس، استنى بس، انت خد عجل، خد عجل طلعه المذبح يا عم الحاج. اتفضل. خد عجل صاحي 400 كيلو او 450 كيلو، طلعه المذبح اي مخزن يعجبك انت في 6 اكتوبر ولا في الجيزه ولا في البساتين، وبعد ما تشفيه خالص وتشيل منه الدهن اوزنه وشوف هيقف فيه الكيلو بكام عشان تعرف الجزار بتاع المحل بيكسب كام في الكيلو. الجزار اللي واقف في السيده زينب ده وقافل المحل بقاله شهر وعنده خمس ست بيوت مفتوحه من ورا كل محل، غير الكهرباء غير الميه غير العوايد غير غير غير، وشوفوا بيكسب كام في الكيلو. شاف العجل اتباعه حضرتك انت ملاك لحسابك وشافيه منه العظم والدهن وطلعوا كيلو صافي ما فيهوش دهن، خليه يطلع منه 25% عليك وشوف الجزار. خليه يطلع منه 25% يا استاذ. يا خليه يطلع منه، خليه يطلع منه 30%. 30% من 42 جنيه خدت بالك معايا بقى ب 57 جنيه يا عم، بقى ب 60 جنيه، بيعه ب 90 جنيه. انا بقول لحضرتك بيصفي 55% او 60%. خليه بيصفي 60 ماشي يا خليه بيصفي 40% في ال 40 جنيه بكام؟ يبقى ب 10 جنيه ب 11 طيب. جنيه يبقى بقى ب 53 جنيه معاك يا استاذ جمال. خليه ب 60 جنيه. انت دلوقتي سؤال بس لحظه يا استاذ محسن، لو سمحت حضرتك يا ست الكل، انت كتر خيرك ان انت بتشوفي هموم الناس. احنا برضو من ضمن الشعب المصري كل محل فيه اربعه او خمسه شغالين. ايوه يا فندم. انت اللي بتعمليه ده مشكور عليه، لان حضرتك بتوضحي للناس مشكلة هتؤدي لارتفاع أسعار السمك وأسعار اللحوم الفراخ. احنا مش اللحمة بس، وبعدين الحاجة الوحيدة اللي الشعب المصري أو الأسرة المصرية بتعرف تطبخ عليها هي حتة اللحمة. أنا الفراخ هطبخ عليها إيه حضرتك؟
او السمك حاطه جنبه ايه؟ انا عايز طيب. صوب خضار جنب الاكل عشان اغذي ابني او اغذي نفسي بما اني بشتغل من بعد الفجر لغايه الساعه 10 بالليل وحضرتك عارفه كده. انا عايز اكل حته لحم عشان امد لاولادي الصغيرين دول بالبروتين والفيتامينات اللي تناسبهم. تمام والتأويل. تمام. طب الحل ايه؟ طب الحل ايه يا استاذ جمال؟ الحل ايه؟ نعم الحل ايه من وجهه نظرك؟ الحل حضرتك اشرف الدوله الناس المسؤولين مش كل حاجه يا استاذه كل حاجه طيب. مسؤول نسمع الاستاذ جمال لو سمحت بيصدر المشكله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل مسؤول قاعد في الكرسي بتاعه في التكييفات بتاعته في الوزاره بتاعته كل الهموم بيصدروها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وانا عارف ان التحديات على الدوله من كل مكان ومن كل الدول بره. طب ما نعمل ايه بقى؟ نيجي على نفسنا شويه ولا نعمل ايه؟ والمسؤول كمان يبقى عنده وجهه نظر وحلول تفيد الناس. طب حضرتك كجزار هتعمل ايه؟ قلنا لو هناخد حته ارض واذنوا لنا ان احنا نستورد عجول من بره السودان الفريزه اللي كانت بتستورد عجول من بره. طيب تمام شكرا يا استاذ جمال. معانا ملك من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. زي حضرتك يا استاذه انا الحمد لله يا ملك. الحمد لله يا حبيبتي اتفضلي. الله يخليكي تحياتي لحضرتك واسره البرنامج كلهم ربنا يجازيكم خير عنا يا رب. اللهم شكرا يا حبيبتي. شكرا ربنا يخليكي. حياتي لضيوفك الكرام ربنا يخليهم. الله يخليكي اتفضلي يا حبيبتي. الله يخليكي. بس انا بشكركم اولا ان انتوا يعني بتخلونا نتكلم ونفضفض معاكم لان انتوا اول برنامج بصراحه بيصبر على المواطنين ان احنا نتكلم ونقول اللي في نفسنا من غير ما نجرح اي حد ومن غير ما نوجه اساءه لاي حد من اللي هم بيسمعونا. ربنا يخليك يا ملك. ربنا يخليك. انا بس عايزه اقول للحكومه وللساده المسؤولين يعني رحمه، عايزين شويه رحمه. يعني احنا زمان ما كناش بنحمل هم اكل ولا شرب خالص. احنا كنا بنحمل هم تربيه عيل، تعليم عيل، عيل، لكن دلوقتي بنحمل هم اكل وشرب. ازاي ناكل وازاي نشرب؟ لما كل واحد، انا مش بتكلم عن نفسي بس، انا بتكلم على جميع، في ناس كتير قوي زي حالاتي، بتكلم يعتبرين ان انا بتكلم باسمهم مش بتكلم عن نفسي. اما يكون عندي اثنين في الكليه وواحد في ثانوي عام وواحد في ابتدائي غير اللي طلع الله يسهل له يا ربي واخد الكليه بقى له كام سنه مش عارف يشتغل غير وغير 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 غير انا مثلا عيان عندي الضغط عندي كذا وعندي كذا. يعني اعمل ايه يعني؟ اموت نفسي؟ انت دلوقتي بتدبري الميزانيه في البيت ازاي يا مدام ملك؟ انا مش عارفه بصراحه. يعني زمان كنت بعرف امشي نفسي ممكن ب 10 جنيه. انا عندي مش انا من الصغيره، انا مجوزه بنت. انا مع ولا عندها. طب انت بتصرفي كام مثلا في الشهر على الاكل والشرب؟ يا استاذه مها انا مرتب جوزي كله 850 جنيه. طب بتدبري بقى الموضوع ازاي؟ ابني بيشتغل في مصنع في اكتوبر بياخد 600 جنيه غير اكل وشرب ومواصلات. ماشي. انا عندي بنت، البنت اللي في الكليه والثانيه عايزين دلوقتي مصاريف الكليه 920 جنيه. انا اجيب لهم منين بقى 900؟ اقدمهم مرتب ابوهم كلهم وانا اقعد احط ايدي على خدي ولا اجوحهم؟ اروح اعمل ايه يعني؟ قولي لي بالله عليكي انا اعمل ايه؟ او غيري يعمل ايه؟ مش قادره اتكلم. انا خلاص والله العظيم بصراحه احنا طرقنا يعني طرقنا يعني حتى المسؤولين عنا بيسرقونا. عفوا يعني بيسرقونا، ومش انا اللي بقول ولا غيري بيقول، الاعلام كله اللي بيقول ان هم بيسرقونا. طب ليه ده؟ ليه؟ حرام عليكم يعني. دول ناخد نفسنا شويه. الحاجه اللي بتغلى ما بترجعش تاني يا استاذه. حضرتك مشكوره والاستاذه منى الله يخليها وكل البرنامج. اتكلمت كتير عن العلاج واتكلمت انه يغلى والادويه وتاني وما حاجاش رخصت، ما حاجاش عملت، ما فيش الكلام، ما فيش فايده منه مع الحكومه. يا ملك يا جماعه ارحمونا بالله عليكم ارحمونا. احنا فعلا امتحاننا واحدة برضه زي على هديون، طب انا اعمل ايه؟ طيب اربي ولادي ازاي؟ اعمل ايه؟ اطلعهم لا قدر الله يتسولوا يعني؟ اعمل ايه؟ قولي لي بالله عليك إيه؟ لو انت مكاني تعمل ايه؟ لو اي مسؤول مكاني لو انا مكانك هقول للحكومه مش عارفين ترخصوا الاسعار، شغلوا الناس. يا ريت يا ريت يا ريت يبقى كتر خيرهم. يا ريت يعني انا بصرف على اولادي دلوقتي بالسلف وعارفه ان هم هيطلعوا مش هيشتغلوا. نفسي ابقى يبقى احسن مني. نفسي ان هم ما يدوش ايدهم لحد، نفسي بقى اخليهم في مركز كويس.
حرام حرام يعني، دي حرام عليه. اللي مالك بتقوله ده حقها على فكرة، مش جباية من ال يا أستاذة. لازم الحكومة هتعمل ايه ودخلها 600 ولا 800 جنيه في الشهر وعندها اربع ولاد ولا ثلاث ولاد؟ عدم الضمير بتاع كل واحد، مش عايز يتحمل مسؤولية، لازم كل واحد منا يكون مسؤول. لازم الحكومة تصدر قانون في مشاكل يعني يعاقب اللي يبيع بأسعار. يا ستي حطي سقف الأسعار، انا بقول حطي سقف، حط 40% مكسب، حطي 50% مكسب، بس قولي يا جماعه اللي عنده 50%. انا موافقه على الاستاذ محسن. أيوة بيقول يعني انا دلوقتي ايوه طالما انا مش ملتزم يعني، انا مش ملتزم يا استاذ، يبقى لازم يبقى الحكومه توقفني، لازم في قانون يوقفني. انا عايز اوضح حاجه، انا بحط المنافسه مع احترام الاستاذ. احنا في وقت استثنائي، اعتقد ان انا ما ينفعش ان يبقى في ناس وحضرتك زعلان مني عشان بقول لك بس جشع التجار، ان احنا يبقى في وقت استثنائي وازمه اقتصاديه ودولار عمال يضرب فينا وناس عماله تتجار اللي حضرتك بتتكلمي عليه. ايه ده؟ هناخد حاجه من التاجر التمويني اللي بيخش كل بيوت مصر، مش كده؟ لما الاقي السكر بيتصرف ب 4.77 عشان 5 جنيه يبقى في 23 قرش مكسب، مش كده؟ في سكر ب 5 جنيه؟ مفيش. شفتي سكر دلوقتي 8 جنيه؟ في التموين كده، في المواد التموينيه ده مفيش. ده امبارح مكلمنا بقالي تقول لك مفيش سكر اصلا. بين السوق الحر، لا بيتكلم على البطايع، السلع التموينيه بطار. السلع التموينيه قال لك بقالين التموين ما عندهمش سكر، والمكالمه كانت امبارح يا استاذ. لما حضرتك بيتويد عنده هو مش ما عندوش قطعي، لا بيبقى عنده بس بنسب اقل من المطلوبه. تمام. فيبقى 4.77 طيب عشان 5 جنيه. خلي بس ادينا اتعلق. طيب انت بتقولي ما شفتيش سكر ب 5 جنيه خالص صح؟ خالص ده كلام ده من امتى؟ لا لا في التموين فيه بيتكلم على بطاطا تموينيه. التموين الناس مش لاقيه السكر، مفيش التموين مفهوم، الناس مش لاقيه. انا جاري من بقال عادي هيبقى يقول لي 9 جنيه يا استاذ طه، يعني السكر ب 5 جنيه بس مش موجود، هعمل بيه ايه؟ عايز اوضح لحضرتك حاجه. الاول في النظام السابق كانت السلع الاساسيه في المواد التموينيه زيت ورز وسكر، وكانت الحكومه بتوفرها بكميات وباسعار ثابته، بكميات للفرد بياخد كذا كيلو زيت، بياخد كذا كيلو سكر، فكان في التزام من الدولة للمواطن بتحققه له في التموين. خرجت منه بوضع على انه افضل، ولكن هو ما كانش افضل ولا حاجة، ان هي خرجت من الالتزام الثابت للالتزام الحر، ما بقت طيب. عملية حرة ماشي بقى، وده امر واضح. فما تروح تجيب الزيت منه. حضرتك بتشتري السكر بكام؟ من التموين؟ لا يمكن يخرج عن هذا الاطار. لا بتشتريه من بره. بص يا استاذ طه، هو مش موجود في والله، هو الناس بتشتكي وبتقول مش موجود في التموين. وانا قلت موجود. طب انت بتشتريه من بره بكام؟ انا بقول مش موجود. طب هو فين الخمسة جنيه ده؟ طيب واحنا نروح نشتري. كل واحد له طاقه معينه. من بره بكام؟ واحده طيب. حضرتك المنظومه انت مش واخده بالك منها. انا بتكلم مش واخده بالي، انا مواطنه وبنزل وبشتري وشايفه اسعار غاليه ومضايقه ان الاسعار غاليه. المواد التموينيه موجوده عند تجار التموين كلها. انا جاي لحضرتك مش بالكميات المناسبه، وبالتالي هو بيصرف في حدود اللي بيستلمه. طيب طالما الكميات مش مناسبه للناس للمواطن تبقى اعتبرها مش موجوده. يبقى ده مسؤوليه الدوله مش مسؤوليه التاجر، هو التاجر اللي هيوفره. هو مش حضرتك دلوقتي بتقول ان التجار شايلين الفتره دي؟ تمام. التجار شايلين السكر. طيب لا 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 لا، في ناس موجود كتير جدا. اللي كان بيتمسك ده موجود كتير. السلع التموينيه بتصرف بالكارت كارت التموين مظبوط، بتصرف بالكارت وبتصرف، ما هياش سايبه عند تاجر التموين. تاجر التموين بيحاسب على اللي تم صرفه. يا فندم امبارح جت كذا شكوى على الهوا وعلى صفحتنا، يا جماعه بروح البقال التموين ما بلاقيش عنده رز، ما بلاقيش عنده سكر. هو فعلا ما بيبقاش عنده، لكن مش مسؤوليته. هشتري من بره بقى ب 9 جنيه ب 9 جنيه وانا دلوقتي. طب انا اعمل ايه؟ اروح للتاجر الاقيه بيبيعه لي ب 9 جنيه، اعمل له ايه؟ ما هشتريه. أستاذ الفضيلة، أنا لما بتكلم بتكلم على واقع، ما بتكلمش من خيالي، بتكلم على نظم دولة ثابتة. تاجر التمويني بياخد كميات للصرف على للصرف منها للمواطن تموينيا. هو ملوش علاقة، جاله سكر بيديكي سكر، جاله زيت بيديكي زيت. والكميات اللي بياخدها هو بيحاسب عليها من قبل الدولة، بيحاسب عليها، ما هياش سايبة. أما السوق الحر دي قصة تانية، ملهاش علاقة باللي إحنا بنقوله. السلع التموينية أنا بتكلم في الجزء، بتكلم في التموين اللي بيخص مصر بحالها، الغلابة والفقراء واللي له حق صرف التموين بالبطاقة الزكية. الرز بكام في التموين؟ والله هو حاجة تفرح، هو ب 4 جنيه و40 قرش عشان المستهلك 4 جنيه. مش لاقيينه بقى؟ بره بقى ب 10 جنيه. بره ب 10 جنيه كيلو رز. لا لا الرز والسكر في الأيام دي متوفر. طب بص يا أستاذ بكام؟ متوفر دلوقتي. أنا ما لقيتش في التموين رز من اللي هو ب 4 جنيه ده ولا اللي أنت حضرتك بتقول عليه، تمام؟
وراح الراجل امبارح بيقول لي انا رحت ما لقيتش رز من شهر 11 اللي فات، ما فيش رز عندي، ولما بلاقيه لقيته حاجه سيئه جدا وبقاله فتره متخزن. الحاجه الثانيه انا ما لقيتش سكر كمان، فهو هيعمل ايه؟ هروح اشتري بقى من بره، من بره هيبقى لي ب 10 جنيه، هقول له لا اصل انا بشتريه من تموين ب 5 جنيه، اقول له طب ماشي روح اقف بقى على التموين لغايه ما يجي لك حد. يبقى هو كده الرز مش موجود، يبقى انا كده الرز مش موجود في التموين ومش موجود للمواطن وموجود ب 10 جنيه. اللي عاجبه بقى واللي مش عاجبه يعمل ايه؟ مسؤولية مين؟ مسؤوليتنا كلنا. ما انا ما ينفعش كل ما اكلم حد يقول لي ماليش دعوه. استاذه انت بتتكلمي على ان مفيش سكر، ماشي. السيد وزير التموين في لقاء تلفزيوني قريب قال انا ما عنديش ازمه سكر، وعندي سكر فايض لدرجه ان انا هوزع هصدر منه 50,000 طن. انا بالاسئله للمختصين قالوا ده سكر احمر، انا ما يهمنيش احمر ابيض ازرق، انا كل اللي يهمني المعلومه اللي انا عايز اقولها ان اولي الامر بيقول لي انا ما عنديش ازمه. طب لما يبقى ما فيش ازمه والسكر موجود عندنا يبقى بيروح فين؟ بيروح سوق تصريف من الدوله. يعني ايه سوق تصريف من الدوله؟ هل انا غير قادر على ان احسب السكر اللي بيخرج من عندي لو في عندي عمليه تنظيميه سليمه؟ طب انت عندك دولة عندها سوق توزيع سكر موجود يا جماعة وهنصدر سكر اهو وكتير. طيب يبقى وانا استفدت ايه لما وزير التموين تمام يعني تمام هو أزمة. قال كده السيد وزير التموين قال كده، المسؤولين مش عارفين يوزعوا السكر على التموين عشان ناخد نشتريه ب 5 جنيه يا استاذ، عشان الاخر المواطن بقى يطحن. يا استاذ في حيتان بيشتروه، في حيتان بيشتروه بكميات كبيرة، خدت بالك معايا؟ وبيخزنوه بتبقى معاه. طب نرجع نسمع رأي الناس بس. بيتعطش السوق يا استاذ، لما يتعطش السوق انت مش لاقيه ب 5 جنيه تروح يقول له ب 10 جنيه. بس مش التاجر الصغير، مش هعمل ايه؟ مش البقال الصغير هعمل ايه؟ ما انا طيب ماشي. بالنسبة للموضوع زي السكر، مش البقال الصغير اللي هو يعمل كده، البقال بيلاقي السوق عطشان هيروح يشتريه ب 7 جنيه 8 جنيه يحط عليه 10 جنيه. هقول لحضرتك حاجة. طيب هستأذن حضراتكم بس عشان نسمع رأي الناس. انا اقول لك حاجة هنا، نسمع رأي الناس سريعا وهرجع لك تاني حالا. اتفضلي. معانا محمد من القاهرة. ايوه يا فندم، مع حضرتك من القاهرة. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيكي، الله يخليكي. اتفضل. انا عايز اقول لحضرتك بس، سيبيني اتكلم بعد اذنك براحتي عشان اقول لحضرتك حاجة، عشان يعني اوفر لحضرتك الجدل اللي داير ده. انتوا بتقولوا في نقص سكر في مصر جامد وقوي جدا، ومفيش في التموين ومفيش والكلام ده، اوكي؟ مش في كل المواقع، مش في كل الاماكن، في اماكن فيها سكر. بدليل، هاتي لي حضرتك محل حلويات واحد اتأثر، هاتيلي كافيه واحد اتأثر، هاتيلي مثلا مطعم من المطاعم اللي بتسمعي عليها حضرتك في التلفزيون واعلانات ليل نهار ليل نهار ليل نهار اتأثر في الرز او اتأثر. طيب في او اتأثر الناس في دي، الناس اللي حضرتك بتقول عليها دي اللي ما تأثرتش خالص، بس علوا علينا الاسعار. حضرتك جرب كده تروح تقعد في قهوه كنت بتقعد فيها من شهرين ثلاثه، هتلاقيه غلى سعر المشاريب وسعر الاكل وكل حاجه. بالظبط بالظبط، ده 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 اللي هيقول لك السكر غالي. مفروض بقى مظبوط، ده اللي مفروض يتحاكم، ده اللي مفروض يتحاكم. مين اللي يتحاكم؟ صاحب القهوه؟ بيقول لك انا بشتري السكر غالي. الفئه اللي قادره تقعد على المطعم واللي قادره تدفع الفلوس دي، الفئه انت بتخاطب فئه. احنا بنتكلم عن الناس يا جماعه، الطبقه اللي هي مش عارفه تجيب الكلام ده، لكن انا ما بتكلمش عن الناس اللي بتروح تقعد في مطعم. ما اللي بيروح يقعد في مطعم دول هم اوريدي معاهم التكلفه اللي يقدروا يدفعوها، حتى لو هو غلى الاسعار ما يروحش يقول لك هو ده اللي بيعلي الاسعار عليا وحاسبه. انا بتكلم عن الناس الغلابه، الناس دي بتوصل لها الحاجه ازاي؟ لازم الدوله تعرف الناس دي بتجيب السكر منين. ما هو انت عندك فعلا ازمه في السكر، مش في ازمه جامده في السكر، بس الناس دي بتجيب منين؟ ما هو لو طيب. لو في نقص في السكر الناس دي مش هتشتغل اول ناس، او انتاجها هيقل. مظبوط. وبعدين عايز اقول لجنابك حاجه بس، الله يخليكي اسمحي لي اخر حاجه. من كام يوم في برنامج جه، بغض النظر مش هنقول اسمه طبعا ولا اسم المذيع، المذيع كان على التلفزيون بيتوسل الناس انهم يتبرعوا ب 4000 جنيه لواحده هتتسجن، وقال اسمها وقال مكانها وقال هي فين. هل يا ترى المذيع ده اللي قاعد بياخد مثلا على الاقل 100,000 في الشهر مش قادر لا هو ولا القناه يدفعوا ال 4000 جنيه دول ويدوهم للغلبانه دي، وما يستناش موافقه الجيش تجيله بالتليفون يقول للجيش او الشرطه تولت تدفع ال 4000 جنيه عنها؟ هل يا ترى الاعلاميين وصلوا الى المرحله دي ان هو قاعد بيتكلم عن الناس الغلابه التعبانه اللي مش لاقيه وهو بياخد 100,000 و200,000 و300,000؟ هل يا ترى عجز على انه يحل مشكله ب 3000 جنيه مع واحده وهو القناه اللي فيها ملايين؟
طيب حرام. بص طب هاخد الشق الاول عشان بس حضرتك بتتكلم على حد من زملائنا او قنوات زميله، ماليش دعوه. انا بقول لحضرتك ان كل إن لازم الناس تنزل الشارع، المسؤولين ينزلوا الشارع. طيب اللي سيادتك بتقوله في يعني اللي قلته في مستهل كلامك يعتبر ممكن تكون وجهه نظر، لان ممكن تكون فعلا المحلات دي بياخدوا السكر المدعوم. بالظبط، اكيد اكيد مش ممكن. انا مش متاكد. او السكر اللي بتاع التموين الرخيص اللي ب 5 جنيه يا استاذ، التموين بيصرف للتموين يا استاذ عادل. التموين بيصرف للتموين، ما يروحش واحد يشتري نص طن ويبيعه للمحلات بتاع الحلويات. حصص بيحاسب عليها صدقيني. انا مش عايز اسالك سؤال، هل السكر دلوقتي ثمنه في المصنع بتاعه كام؟ المصنع بيبيعه بكام؟ مش بيبيعه ب 4 جنيه و4 جنيه وريال؟ بقول للمواطن روح اشتريه ب 4 جنيه وريال. لا مش بقول للمواطن، مش بقول للمواطن اشتريه، يعني المصنع بيبيع ب 4 جنيه و4 جنيه وريال السكر، وب 4 جنيه ونص وهو كسبان فيه جمله. لما انا اذا السكر دلوقتي موجود ومغطي الناس بس ب 10 جنيه و11 جنيه، يبقى اذا السكر الكميات اللي موجوده تكفي الناس، ولكن بتكفي الناس ب 10 جنيه كيلو، ليه ما تكفيش الناس ب 5 جنيه وب 5 جنيه ونص وب 6 جنيه كيلو؟ يبقى اذا السوق يعني. يبقى اذا هنا في طيب. تخزين بيبقى موجود عشان السوق يتعطش، علشان ساعتك لما تقاش ب 5 تاخديه بال 10 تقول لا كويس. احنا مش سكر بس، احنا لسه عايزين نتكلم على حاجات ثانيه. ما هو اللي بينطبق على حاجه بينطبق على كل حاجه يا استاذ. ما هو لازم كل واحد يعني يكسب معقول ويعني يرحم بعض. طيب وبعدين طيب مش الناس الصغيره اللي مش اللي خزن سكر، ما هو ممكن مصنع يطلع سكر ويركنه عنده ما رضاش يوزع النهارده وبكره وبعده عشان برضه يرتفع سعره ويدي لتجار معينين وما يديش لتجار معينين. وانا خلينا دلوقتي مصنع بيطلع 100,000 طن ولا 200,000 طن، وراح اتنين ثلاثه مثلا والحاج طه ورحنا تعاقدنا معاه عليهم طيب. واسحب منهم براحتي، هم محبوسين في المصنع. طيب هاخد تليفون وهاخد تعليق بس من الاستاذ طه علشان وقتنا بيخلص. معانا السلال من سوهاج. الو. ايوه يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. الاستاذ اللي عندك اللي لابس بدله، الاستاذ عبده اللي قاعد في التكييف ورايق ومش شايف الصعيد السكر في ازمه ازاي؟ يجي في الصعيد هنا في محافظات الصعيد وشاف السكر احنا مش لاقيينه. التليفون ده ليك. بتاع البقاله انا مديله البطاقه بتاعتي ليها دلوقتي اسبوع كامل وما عنده اي مواد تموينيه، ما فيش. اديتها له ضربها على الجهاز عنده وقال لي لما يجي. انا في 6 افراد يدوني كيلو سكر كيلوين سكر ويقول لك السكر متوفر. السكر متوفر منين؟ لا منين متوفر؟ وبعدين الاستاذ محمد اللي بيقول لك بتاع القهوه اللي بيبيع قهوه بتاع ده بيبيع الكوبايه ب 10 جنيه وبيبيع النسكافيه ب 15 جنيه بيكسب 500%. ده بيقارننا انا بيه، بيقارن المواطن البسيط. الناس عندي في القاهره قاعده في التكييفات وبتحكي كلام انشا، ما حدش شايف الناس الطيبه الناس البسيطه في المحافظات بتاعت الصعيد اللي هي الناس حتى مش عارفه تتكلم ولا مش عارفه تجيب حقها. الناس هنا بتقل من غلاء السكر وغلاء كمان بقال التموين اللي بيتكلم عليه الاستاذ محمد. بقال التموين ما عندوش حاجه، يديك شويه ربشه شويه سابو شويه جبنه بيضه. طيب ما هو ده اللي عنده، ده اللي واخده من الدوله. طب ما فيش بقى سكر اهو، الراجل بيقول لك في بيديله ربس ومكان يعني ما هو اصل ليه بيديله ربط؟ ليه بيديله ربط مكانه؟ المواطن له 15 جنيه له 15 جنيه دعم من الدوله، فلو هم 4 افراد يبقى له 60 جنيه. 60 جنيه دول المفروض بيروح يشتري بيهم الحاجه اللي هو عايزها. كان زمان ما لقيتش بقى الحاجه اللي انا عايزاها، يبقى بيديله خلاص يديله بال 60 جنيه اللي عنده. طيب المتاح له هيديله بال 60 جنيه اللي عنده، وبعد كده اقول له روح اشتري الحاجات اللي ناقصاك من بره. اروح بره الاقي بضعف وضعف ونص السعر. ده مشكله. انا مالي كمواطن هو ايه؟ مشكله التاجر اللي بيتكلم عليه ده ايه؟ هو عنده سكر ما بيديهولوش. انا هقول لحضرتك حاجه، بس ال 60 جنيه دي في ناس بتعيش بيها. مش قادره تقتنع باللي انا بقوله لحضرتك ان دي حصص. عشان يا فندم انا بشتري من استاذ. حضرتك بتتكلم على التجار. ما طب استاذن بس ثانيه واحده، معانا سيد اخر تليفون لو سمحتوا. معانا سيد من الجيزه. لحظه يا استاذ طه، لحظه يا استاذ طه. سيد صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضل. والله يا فندم انا هنا من الهرم وليا اخواتي في حلايا القبه وفي حي المرج اللي في القليوبيه، يعني ثلاث محافظات مختلفه. احنا بقالنا بالفعل داخلين على اسبوعين وكلنا بنوصي بعض، اللي يعرف يلاقي كيلو سكر حتى لو ب 10 جنيه يعمل حساب التاني. ليه؟ أستاذ طه بيقول لك وزير التموين صرح وقال في سكر كتير وهنصدر والسكر موجود وما فيهوش أزمة. طب يا فندم حضرتك لو لقيت لي كيلو سكر ب 10 جنيه ب 11 جنيه أنا ماشي معايا الإمكانية إن أنا أجيب، لكن اللي ما معهوش حتى
يجيبوا ب5 جنيه بالعافيه. حضرتك عملت قلت تصليحات واستاذ سيد اللي معاه يجيب ب10 جنيه على مره في الثانيه في الثالثه مش هيقدر. استاذ الفاضل هقول لحضرتك حاجه يعني انا بس عايز اقول لحضرتك اسمح لي دقيقه واحده بس اسمح لي دقيقه واحده حضرتك انا متصل وهقفل لكن حضرتك قاعد ده انا هوضح لك حاجه سيبه يتكلم يا استاذ طه سيبه يتكلم اللي بيزرعوا القصب نفسيهم اهو ما عندهمش سكر. حضرتك عرفت منين ان البلد ما فيهاش ازمه سكر؟ ده الراجل الوزير بيقول لك هصدر سكر. طب يا فندم احنا كمواطنين انتخبنا سياده الرئيس السيسي ان هو يشوف الوزير اللي تبقى عنده ازمه تقعد اكتر من اسبوعين ثلاثه كده ومش عارف يحلها والله العظيم ياخد قرار واحنا اللي بنقول له يا سياده الرئيس شيله عشان احنا مواطنين مش عارفين نلاحق على الازمات. اللي ما يعرفش يحل ازمه من فضل معاليك شيله علشان احنا في طاحونه مش عارفين نلاحق على ايه ولا على ايه ولا ايه. ويجي استاذ طه يبين لنا ان الدنيا وردي والسكر موجود وهيتصدر. طيب وثلاث اربع مرات مش لاقيين بقى الاستاذ طه. استاذ الفاضل انا ما اقولكش الدنيا وردي، انا بتكلم على اتهام موجه للتاجر ان هو بياخد السكر ويتصرف فيه بطريق خطا. تاجر ما بيتصرفش فيه بطريق الخطا وخصوصا في المواد التموينيه. المواد التموينيه التاجر بياخد ارصده من البضائع وبيحاسب عليها امام الجزئيه التنفيذيه في الدوله. يبقى القصه دي بعيد كل البعد. لكن السكر حضرتك بتقول فيه ب10 جنيه واقول لك فين؟ لا انا هقول لك حاجه ثانيه. السكر ب5 جنيه في السلاسل التجاريه ممكن حضرتك تروح تاخد منها. السلاسل التجاريه ب5 جنيه يا استاذه من فضلك انت ما تشككيش في كل اللي بقوله. انا اللي بقوله موثق مش بقوله بقي. حضرتك في قرار وزاري رقم 194 الناس هي اللي بتقول على يا استاذه وانا واحده من الناس. قرار وزاري رقم 194 لسنه 2016 صادر بتاريخ 4/10/2016 مفاده ايه هذا القرار؟ بيقول تقوم الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بطرح كميه في حدود 100,000 طن 100,000 طن ابيض شهريا لكل من شركات الصناعات الغذائيه ومصانع التعبئه. يبقى الحكومه بتصرف 100,000 طن في الشهر للمصانع. الكلام ده موجود في الواقع ولا في الورق اللي معاك؟ لا موجود في الواقع. هكمل كلامي لحضرتك. ومصانع التعبئه بسعر 6,000 جنيه. يبقى 6,000 جنيه ده المصانع التعبئه. خدي اللي جايه بقى عشان انا ما بقول لك فيه ب5 جنيه في الحته الفلانيه بتقولي لي لا. كما تقوم الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بتوفير احتياجات السلاسل التجاريه من السكر الابيض. طبعا السلاسل كلها كلها من السكر الابيض ب4.55 عشان 5 جنيه. طيب ده موجود في السلاسل الموجود. ماشي وده احنا احنا كمان القرار ده مش مريحنا. ليه مش مريحنا؟ لان مفيش سلعه تنجح يبقى لها سعرين في السوق. 6 جنيه للمعبأ اللي الراجل لسه هياخده وهبيعه عشان يبيعه ب6.5 والسلاسل تاخده ب4.5 مثلا عشان تبيعه ب5 يبقى. طيب. ده معناه ده اللي بيوصل الناس ان لما يجي عند انا كتاجر يلاقي عندي سكر ب6.5 جنيه يقول عليا انا بقى مش جشع التجار ده انا اقول على شيخ منصر. ليه؟ لان في المقابل بيلاقيه في السلاسل التجاريه ب5 جنيه. طيب. المشكله دي انا اللي عملتها ولا الدوله اللي عملها؟ طيب ده قرار وزير مش قرار انا. دينا كلمه اخيره اتفضلي. وانا بس عايزه اقول للاستاذ طه ان يعني حضرتك قلت من شويه ان بتاع التموين ده بيدي للمواطن اللي موجود عنده فهو عنده نقص في الكميات اصلا. حضرتك بتقول دلوقتي لا السكر متوفر بيطلع بسعر كذا وبتدي 100,000 طن لكل منشأة. السكر متوفر عند التموين. انا قلت لحضرتك ولا ما السلاسل التجاريه فين اللي ب5 و6.5 في السلاسل التجاريه؟ مش انا اللي قلت يا فندم. ما هو هقول لحضرتك على حاجه. انا في فرق كبير بين ان انا ابقى في كلام على ورق. بصي حضرتك اللي قلت دلوقتي حضرتك اللي قلت موجود في السلاسل ب 5 ما هو بقول لها مش ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك. ما هو ده اللي انا بقوله. ايوه هو ده كلام على القرار ده مش حضرتك اللي قلته دلوقتي. مش انت اللي اثرت كده. شوفي القرار ده كده هو فعلا ده خليه مش انا اللي بقول. يا فندم ده كلام على ورق. عايزين ما نتشككش في يا فندم. ماشي القرار قدامنا بس على الواقع يا جماعه. السكر ب5 جنيه في القرار يا جماعه. ده قرار ده ورق ده قرار. وزير التموين طلع في التلفزيون يعني. يعني مثلا حضرتك سؤال دلوقتي يا حاج محسن دقيقه واحده
المسألة سعادتك سؤال. طب معلش هو الاتهام لمين؟ هنطلع دلوقتي بقى بعد الهواء نروح السوبر ماركت هيقول لي السوبر ماركت. طب ما تعملي مداخله مع السيد الوزير واساليني يا استاذه لما حصلت الهواء تعملي مداخله مع السيد الوزير واساليني علشان نفكوا الازمه. انا معاكي يا استاذ. انا الوزير قال في التلفزيون على فكره ان انا مفيش ازمه في السكر وده حصل فعلا. بص يا استاذه لما حصلت الازمه بتاع السكر الفتره اللي فاتت فالوزاره عشان تحل المشكله نزلت الكميات دي. طيب نسمع بعض بعد اذنكم يا جماعه. نزلت الكميات دي للسلاسل التجاريه وشرطت عليهم هنا ان هم يبيعوا ب 5 جنيه. يعني ساعتها مكتوب عليه التعبير مكتوب عليه السعر. ايوه مكتوب عليه السعر. يعني لما انا دلوقتي اروح السلاسل التجاريه واقول له اديني كيلو السكر واديني اكتر من 5 جنيه المفروض ابلغ عنه التموين لان هو مديهوله اكنه مديهوله مدعم اكنه بطاقه تموينيه. المفروض انا بقى القرار ده صدر في ناس تعرفه وفي ناس ما تعرفوش. المفروض انا لما اروح دلوقتي اي فرع من السلاسل التجاريه واطلب منه السكر ده اكتر ويديني اكتر ب 5 جنيه. طب انا دلوقتي يعني هنبلغ في كل السلاسل التجاريه هناخد القرار ده معايا دلوقتي وانا رايح اشتري سكر ويقول لي ب 10 ولا ب 9 جنيه هقول له لا هو ب 5 القرار اهو مكتوب فيه. لان الوزاره مسلماه كده عشان هو عليه اقبال ويفك الازمه ويوزع للناس اللي موجوده. عموما اذا بقى ما وزعش بكده يبقى يتعاقب. انا يعني الحكومه تعاقبه. طيب انا بس للاسف وقتي خلص وطبعا احنا فتحنا الموضوع والموضوع لم يغلق بعد وقضيه مهمه جدا اكيد هنتكلم فيها معاكم في حلقات مقبله ان شاء الله. وعايزه اقول لكم يعني احنا لسه عندنا شويه غلاء كتير كده في الاسعار مع ان احنا كنا كلنا كده واحنا صغيرين قال ايه دارسين ان مصر ارض زراعيه مش عارفه ما هسيب الصف الحقيقه. طيب